يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في درس التوحيد في الأسبوع الماضي أنه لا يكفر من جحد شيئا من الأسماء والصفات أو قال بقول الحلولية أو أهل وحدة الوجود إذا كان جاهلا أو مقلدا حتى تقام عليه الحجة. سؤاله، لأن هذه من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، هذه من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، ربما قلد غيره فيها لأنه لم يعرفها. نعم. سؤاله حفظك الله، لماذا لا يعذر العامي من عباد القبور حتى تقام عليه؟ العامي عنده من ينذره، عنده من يخوفه، لو ما عنده أحد نبذ صار معذور، لكن عنده من ينذره ويخوفه ويسمع القرآن ويسمع، لكن هو ما يريد هذا، ما يريد هذا. إذا قيل له هذا دين شددين، هذا دين الوهابية. نعم.